فبينما لم يستيقظ سكان القاهرة من سهرة رأس السنة بعد، استيقظ طلاب الجامعة مبكرا وأعلنوا اعتراضهم منذ اللحظة الأولى للعام الجديد. فهل حقا يمكن أن تكون جملة هابي نيو يير مناسبة لهذا الموقف؟ من أمام جامعة القاهرة، طارق سليمان لقناة الظهيرة. أمام يا سعادة الباشا، الكنات بتاعتهم أهي. سيبوا مينا وانتهى الحسام بيه. حاضر يا باشا. تعال أنت يا ابني. أفندم. أنت اسمك إيه؟ شريف الدكروري. في كلية إيه؟ سياسة واقتصاد، قسم علوم سياسية. في سنة كام؟ بكالوريوس. يعني ينفع اللي بيحصل ده يا أستاذ شريف؟ أنت عايز تتخرج ولا لأ؟ عاوز أتخرج يا باشا. أمال طالعين تخربوا وتكسروا في البلد أنت وزمايلك ليه؟ إحنا ما بنخربش يا فندم، إحنا بنعبر عن رأينا. هي دي الطريقة اللي اتعلمتوها أنت وزمايلك في الكلية بتاعتكوا؟ متهيألي يا فندم إن التظاهر حق مشروع لكل مواطن. عايزين تتظاهروا يبقى جوه بيتكوا، جوه الكلية بتاعتكوا في حرم الجامعة. إنما تعطلوا مصالح الناس لأ. الشارع لا، تكسروا عربيات الناس لا. يا فندم ما هو الناس لازم تحس بينا. انت اسمك ايه انت الاخر؟ ابراهيم. ابوك بيشتغل ايه يا ابراهيم؟ صاحب محل. محل ايه؟ لعب اطفال سعد. وخدت زمايلك ليه ورحت كسرت محل بتاع ابوك؟ اسمع يا ابني انت اهو، انا بعتبركم زي اولادي، وانا مرضاش لابني انه يقف الموقف اللي انتوا واقفينه ده. أهليكوا بيصرفوا عليكوا عشان تتعلموا وتتخرجوا وتبقوا بني آدمين مهمين في البلد. العمل السياسي حق مشروع، إنما تخرجوا الأول وبعد كده انضموا لأي حزب. القرارات الطبيعية موجودة، لكن الشغب والتخريب عمره ما كان عمل سياسي. عمر مع الباشا. أهلا حسن بيه. الأولاد دول يكتبوا تعاهد على نفسهم إن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. العيال دول مش هيتلموا معالي الباشا الا لما ياخدوا واجبهم مظبوط ويتعلقوا معاك. العيال دي شويه صيع مش متربيين، واحنا لازم نربيهم معالي الباشا. المره دي انا مش هاخد ضدكم اي اجراء، لكن اللي حصل ده لو اتكرر تاني اعتقال على طول. بعد اذن معاك انا هتفاهم معاهم بطريقتي. على مهلك عليهم حسام واحده واحده. حاضر يا معالي الباشا. وانا موجود في مكتبي. اتفضل يا معالي الباشا. مين اللي فيها رجاله شويه عيال؟ انا بقى همدكوا على رجليكوا علشان تبقى سنه جديده مطينه عليكوا من اولها. وحياه ابوك انت وهو لا تشوفوا اسود ايام حياتكوا. زينهم عند ما باشا. هات الجلده وجهز لي الحجز تحت وكله يلعب جزمه. حاضر يا باشا. يلا قدامي انت اهو على بره. يلا على تحت يلا. استنى انت تعال. تعمل ايه هنا؟ تعمل لي فيها ثوري وطالع في المظاهرات؟ ما تردش يلا! حسام انا من حقي اعبر عن رايي. اسمي حسام بيه ارحمك. امك! اوعى تفتكر انك عشان اخويا انا هرحمك، ده انا هدفنك هنا. فاكر لما تخش السجن ابوك هيسال فيك؟ امك! هتعرف تعمل لك حاجه؟ لا، محدش هيعمل لي حاجه. انا عارف ان انا لوحدي في الدنيا. ولما انت عارف مش تتنايل على عينك وتمشي جنب الحيط؟ عاوز تحبسني احبسني يا حسام بيه. اعتقلني. ولما امك تيجي تبوس رجلين امي وتعيط لها عشان اخرجك. ما تسالش فيها. ما احنا طول عمرنا ما حدش سائل فينا. طب وانا؟ انا يبقى شكلي ايه قدام رؤسائي؟ ضابط امن دوله؟ اخوي يتمسك في الشغب؟ ما تزعلش نفسك قوي يا حسام بيه. احنا اخوات في البطاقه وبس. قول لهم ان ده تشابه اسماء. ابراهيم حماده عزو ابن الست عائشه الخدامه غير حسام حماده عزو ابن الست فوزيه هانم. اللي اتولدوا في بقه المر غير اللي اتولدوا في بقه الشوكولاته. قليل الادب يا شطار. انا مش قليل الادب يا حسام بيه، انما انا فعلا مش متربي. عارف ليه؟ عشان الاستاذ حماده عز وابويا وابوك ما عندوش وقت يربي.
يا سيد ايه انت لسه ما خلصتش اللي في ايدك؟ امال هنكمل بقيه الحاجه دي امتى؟ حالا حالا يا ست نونة. انا كنت بربط الزينه اهو. سيب كل حاجه وروح محل الحلواني، زمانهم خلصوا حاجات عيد الميلاد بسرعه. كل سنه وانت طيبه يا ست نونة، كل سنه وحماده بيه طيب وبخير، ربنا يخليهولك ويخليك لينا يا ست الكل. ده المعادي كلها بتتحاكى بعيد ميلاد حمادة بيه. إلا هو تم كم سنة دلوقتي؟ تديله كم سنة يا سيد؟ أنا أديله 50 51 52 سنة بالكتير. يوجاتك إيه يا سيد؟ أنت بتصغر ولا بتصغرني؟ حمادة بيه كمل النهاردة 60 سنة، مواليد 1/1/47. 60 سنة؟ لا يمكن، ده أنا على كده أكبر منه ب5 سنين بس. 5 وخميسة في عينيك. يلا بقى أوام على الحلواني، أوام اعمل لك همة، ورانا 60 حاجة. حمامة يا ست نونة. حمادة حمادة. حمادة حمادة يا حمادة، قوم يا تام، قوم يا كميلة. حمادة حمادة، حد يفضل نايم كده يوم عيد ميلاده برضو؟ ها طبعا، ادي اخرة السهر لوش الصبح. سيبيني شوية بس. هسيبك لحد امتى بس يا حمادة؟ احنا بقينا الظهر. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة يا نونة. يلا قوم يا قطة، قوم يا بيضة، يلا اصحى بقى، يلا يلا فوق بقى عشان الحق اعمل لك الفطار والحمام. خلاص يا بنت اصحى اصحى. خلاص يلا خلاص يا حمادة، يلا بقى. ومن شر نفاساتي في العقد، من شر حاسد اذا حسد. رجعت نمت تاني يا حمادة؟ قوم بقى قوم 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 بقى قوم. خلاص والله قمت قمت. ايه ده؟ يلا معلقة العسل دي شفا تحوش عنك البرد وكل حاجة. يلا حالا 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 هنوا ابو الفاصد. هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الاعياد يا حيو ابو الفاصل. قولي بقى، عزمت مين في عيد ميلاد النهارده؟ هعزم لك الحبايب كلهم. هو تعزم الواد حسام ليه؟ ده ابنك لازم يجي يقول لك كل سنه وانت طيب ويبوس ايدك كمان. هو ليه حد غيرك؟ انا مش عايز يجي، ده دليل ادب. كل ما اشوف لي يزعق لي زي ما يكون هو اللي ابويا مش انا اللي ابوه. والنبي الولد طيب، هو بس ورث النعره الكدابه دي من فوزية امه، انما الواد ابن حلال. طب لو جه هزقني قدام الناس وبوظ لنا الحفله يبقى كويس؟ معاش اللي هزقك يا حماده ورا على وش الدنيا. انت لابسه ورحه على فين؟ عندي كم مشوار كده عايز الحق اعملهم قبل الزحمه، والناس لسه ما فاقوش من ليله راس السنه. طب يلا يلا اوصلك معايا في طريق. لا لا روح انت شغلك وانا هاخد تاكسي من على الشارع. بحق النهار الفضيل يفتحها في وشك ووقف لك ولاد الحلال ويستر طريقك يا حماده يا ابني. يا رب اسمع بقى اما اقول لك، مش عايزاك تاكل حلويات كتير علشان تعرف تاكل بالليل ونفسك ما تتسدش. حاضر.